على الرغم من التطمينات التي أرسلها الأمين العام للحزب في خطابه يوم الجمعة، كان الميدان أمس يشهد تصعيداً باستخدام نوع جديد من السلاح على الحدود اللبنانية، وأوردت قناة الحدث أن الحزب أسماه بالبركان. فما هي دلالة استخدام هذا السلاح الجديد وفي اليوم الثاني من الخطاب إذن؟ وهل يحمل استخدامه للمرة الأولى رسائل مبطنة للثنائي الأمريكي والإسرائيلي؟ كبر حجم المضامين المطمئنة والبيانات التي احتواها الخطاب، لكنه جاء مستخدماً مبدأ الطرح المفتوح والذي يتحمل كافة الاحتمالات كاستراتيجية للتعاطي مع الأحداث. وكتبت صحيفة النهار اللبنانية أنه أرضى معظم اللبنانيين وأراحهم بعد أيام من الانتظار المشدود، ورفع عنهم ولو مؤقتاً شبح الحرب التي لم يستبعدها نهائياً، رابطاً إياها بتطورات غامضة ترك لنفسه أمر تحديدها لاحقاً، وبذلك أبعد عن نفسه مسؤولية قرار الحرب رامياً إياها على إسرائيل. فإذا هاجمتنا سنكون جاهزين وسنرد، ونحن عملياً في قلب هذه الحرب منذ يومها الثاني. وجاء إطلاق حزب الله صاروخين من نوع بركان الذي يصل مداه إلى 10 كيلومتر ويحمل رأساً متفجراً يتراوح وزنه بين 100 كيلوغرام إلى نصف طن، وفي اليوم الثاني لخطاب نصر الله ليستهدف موقعاً للاحتلال على الحدود اللبنانية بمثابة أفعال تؤكد الأقوال. وذكرت صحيفة حتشوت حموت العبرية نقلاً عن موقع رؤية الإخبارية أن الهجمات الصاروخية للحزب حصلت لأول مرة باستخدام نوع جديد ثقيل ضد مواقع الجيش الاحتلال. وكان الإعلام الإسرائيلي قد تخوف مسبقاً من الخطاب المضلل لنصر الله، ونقلاً عن موقع الجزيرة أجمع محللون ومسؤولون عسكريون إسرائيليون أن خطاب الأمين العام للحزب حسن نصر الله يحمل في طياته رسائل تهديد مبطنة إلى إسرائيل دون إعطاء الضوء الأخضر لشن حرب شاملة. ويرى هؤلاء أن نصر الله اعتمد نهج المراوغة والتضليل لسير الحرب وتطوراتها، بينما بدأ أكثر غموضاً بسيناريو حرب متعددة الجبهات حيث أبقى على كل الخيارات مفتوحة. واتفقت التحليلات والتقديرات على ضرورة الحذر من حزب الله الذي لم يقل كلمته الأخيرة.